المناطق الرطبة هي مناطق التي تتميز أولا بوجود الماء سواء بشكل يعني سطحي أو على الأقل أن تكون يعني هناك رطوبة عالية. وهاد المناطق الرطبة يجب أن يكون هناك بعض المؤشرات التي تؤكد على رطوبتها كوجود بعض النباتات المرتبطة بالماء سواء كانت محبة للماء أو محبة للرطوبة. أيضا التربة يعني كتسمى التربة مائية الشكل يعني كيأثر فيها الماء بزاف فيتغير شكلها وخواصها. وأيضا أضيف إليها وجود يعني شبكة غذائية متميزة وكذلك الطيور لأن نحن دائما نركز على الطيور لأنها الكائنات التي يمكن مشاهدتها بسهولة ويمكن تمييز الطيور المائية منها بسهولة. أيضا يمكن أن نصنف فيها كل يعني المسطحات المائية كمجاري المياه كالضيات المناقع اللي كنسميوها خطأ المستنقعات البحيرات الولجات كل هذه الأماكن هي طبعا الحل في السهول كنتكلموا على الضيات لكن في المناطق الصحراوية كنتكلموا على القرارات يعني لأن أيضا تعتبر مناطق رطبة. هذه المناطق كلها لها مميزات ولها خواص ووظائف مهمة جدا منها وظائف هي هيدرولوجية مرتبطة بتنظيم الماء وتنظيم الفيضانات وغيرها. هناك وظائف بيئية وبيولوجية تتعلق باستيعابها لأعداد كبيرة من الكائنات الحية خصوصا الطيور. وهناك أيضا وظائف مرتبطة بالثقافة العامة مرتبطة بالراحة مرتبطة بالمنظر العام لأن كما تلاحظون خلفي أن المناطق الرطبة لها منظر جميل جدا لأن دائما الخضرة. نحن الآن في المغرب دخلنا في مجال القلق المائي الستريس هيدريك نظرا لتعاقب سنوات الجفاف وبالتالي المتنفس اللي هو طبعا الحال يمكن يفيدنا قليلا يعني في مجابهة هذا المشكل هو هذه المناطق الرطبة سواء كانت بحيرات أو ضيات أو مناقع أو غيرها. لكن المؤسف الآن في المغرب وخرقا لقانون الماء هناك هجوم كبير جدا على هذه المناطق إما عن طريق الغمر يعني عفوا عن طريق الملأ ليس الغمر إنما الملأ بالأطربة وبركام واستغلالها كمساحات صالحة مثلا للبناء وخاصة صالحة بين قوسين هي لا تصلح لأن هذه المناطق لا تصلح للبناء مطلقا. لكن ما وقع في كثير من المناطق المغرب هو هذه العملية هي مثلا ملؤها بالأطربة والبقايا ومخلفات البناء وغيرها ثم استغلالها كمثلا مناطق صالحة للبناء. هذه العملية من طبعا هي مخالفة لقانون الماء اللي هو قانون 95/10 الصادر في سنة 95/900/1000 وأيضا هناك الاستغلال المفرط بكل أشكاله سواء كان عن طريق السياحة أو عن طريق مثلا القنص الجائر والصيد الجائر كل هذه الأمور تدمر هذه المناطق في غياب يعني مثلا وضع إطار قانوني لمنع كل أشكال استغلال هذه المناطق خارج إطار القانون. من طبيعة الحال القيمة اللي كتقدمها اتفاقية رمسار هو أن المغرب ملتزم أنه من الموقعين الأوائل على اتفاقية رمسار وبالتالي فهو ملزم بحماية هذه المناطق الرطبة التي صنفت على الأقل لأن الآن في المغرب لنا 38 موقع مصنف في اتفاقية رمسار. لكن الآن ليس هناك فرق قانوني هنا أصحح فقط هناك يعني ليس هناك تطبيق للقانون على المخالفين وأنا يعني واضح لأن إذا رأينا بعض بنود قانون الماء اللي هو 95/10 نجد بأن وهنا غادي نقرأ فقط للمستمعين بعض البنود مادة 2 يدخل في عداد الملك العام المائي بمقتضى هذا القانون. إذا هنا واضح المسألة جميع الطبقات المائية سواء سطحية أو جوفية ومجاري المياه بكل أنواعها والمنابع كيفما كانت طبيعتها إذا هذا كدخل في حتى مسألة ضرب وعزل لأن هناك منابع
باء البحيرات والبرك والسبخات وكذا البحيرات الشاطئية والمستنقعات المالحة والمستنقعات من كل الأنواع التي ليس لها اتصال مباشر مع البحر. بطبيعة الحال إذا أدخلنا مشكلة دار بوعزة في هذه العملية ديال يعني مثلا استغلال هذا الملك، نجد بأنهما أصلا كان المشرع قد أعطى 5 سنوات من الناس الذين يستفيدون من هذه المناطق أن يقدموا في أجل 5 سنوات فقط مثلا تعرضات أو غير من هذا. لكن للأسف الآن إحنا ماشي 5 سنوات، إحنا 25 سنة، ثم بعد ذلك يصدر حكم لصالح مثلا هذا الشخص أو هذه المجموعة الأشخاص. أنا لا أدري، من طبع الحال أنا لن أعيب، لنا القاضي له سلطته التقديرية، لكن نحن لنا سلطتنا العلمية وأيضا الفيصل بيننا هو القانون. وبالتالي فإن عملية تفويت هذا الملك اللي هو ملك عام بحكم بقوة القانون، ليس بقوة نحن كباحثين أو غيرهم، إنما بقوة القانون، هذا ملك عام تم تفويته لشخص ما بوثائق لا أدري كيف حصل عليها، علما حسب بعض المعلومات لا أتذكر، يعني هناك من أشخاص من حدث هنا أن بعض المطالب بتحفيز هذا الملك تمت في 20 القرن الماضي، ولكن تم رفضها من طرف سلطات الحماية تطبيقا للقانون، لأن هذا القانون ليس جديد، انما يعني اعادته وهيكلته هي اللي جديده ديال 95، ما هو قانون، لان الظهير، وهنا انا دائما اتشبت بالظهير الشريف اللي هو من طبع الحال اللي هو صادر في هذا المجال، لكن لا ادري كيف تم الحكم على منطقه مائيه فيها ينابيع طبيعيه انها تفوت لشخص ما. هذا هو المشكل اللي عند الجمعيات التي الان تطالب بتدخل يعني جلالة الملك في هذا الموضوع، وقد راسلت مجموعة من الجمعيات جلالة الملك في هذا الإطار، لأن هذا حماية، هذا ملكنا، هذا تراثنا. وسأعطي فقط، نحن إذا أردناها علميا لقد ذكرت ما هو علمي، حتى من الناحية الدينية الحفاظ على الماء هو معروف، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لرجل يتوضأ: ما هذا الإسراف في ماء؟ قال: أو في الماء إسراف يا رسول الله؟ قال: نعم، ولو كنت على نار جاري. أنا لا أتكلم عن تشردهم، نحن قدمنا ما هو، لأن أصلا لكي تدافع ولكي ترافع عن منطقة يجب أن تكون عندك قاعدة، على الأقل قاعدة علمية، نحن قدمنا القاعدة العلمية. هناك أبحاث كثيرة نشرناها عن المنطقة، منها أبحاث نشرتها مجموعة قوماك، هناك أبحاث نشرتها شخصيا حول هذه المنطقة وأهميتها الإيكولوجية، هناك أيضا الوقفات التي نبهنا فيها الصحافة ونبهنا فيها الجهات المسؤولة، وقفت في عين المكان ونبهنا الخطورة. لكن هناك جهة لها قوة القانون وهي يعني الحوض المائي والوكالة الوطنية وكالة الحوض المائي لأبي رقراق، اللي هي عندها قوة القانون للترافع والدفاع. نحن نقدم القاعدة، يعني لا نقول نحمي منطقة دار بوعزة لأنها ضايا، لا، لأنها ضايا يعني تتوفر على تنوع بيولوجي كبير جدا. إذا أعطيت كمثال بسيط، ضاية بوعزة وحدها حوالي 180 نوع من الطيور، قل أن نجده في أي منطقة. ثانيا هناك تنوع نباتي مهم، هناك تنوع في الحشرات، لان كل هذا مترابط، لان انا كنتكلم على الشبكات الغذائيه، كل مترابط، سواء حشرات او عناكب او طيور او ثدييات وغيرها، كلها مترابطه. وغياب يعني حلقه واحده من هذه الشبكه الغذائيه يمكن ان يخرب المجموعه ككل. وبالتالي هذه القاعده العلميه التي قدمت ولا زلنا ندافع عنها ونقدمها، وايضا هناك كما قلت هناك كتيب صدر فقط للتذكير، وهو كتيب ضايه الدرب وعز تراث طبيعي يجب الحفاظ عليه، هذا يكفي مثلا كنموذج لعمل الباحثين في هذا المجال. اذا نحن نترافع بطريقه علميه، قد نترافع مثلا بطريقه، لكن ليست القوه القانون كينا من خلال المحكمه عن طريق الحوض المائي، لان كان هناك محامين، كان هناك دعوه قضائيه من طبعا الحال تبع الجهه المسؤوله، ولكن الحكم كما قلت كبقى السلطة تقدير القاضي، لا ندري على ماذا بنى يعني هذا التفويت، ولكن يبقى أيضا أننا ندافع عن هذا المكان كحوض مائي، كمنطقة رطبة غنية، وهي آخر منطقة طبيعية رطبة لجهة الدار البيضاء الكبرى.